السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو أنا عملته أولا علشان نترحم على ميسيو جانو. طبعا ميسيو جانو هو اعتنق الإسلام، وبحب أن أعزي أختي صديقتي وحبيبتي مغتربة في فرنسا هناء، الأخت التي الصديقة العزيزة جدا والله، اللي هي لم تفارق جارها أبدا. هذا فيديو سر اعتناق جنو الإسلام، تعالوا نشوف هذه اللقطة، وياريت الجميع يترحم عليه لأنه هو إن شاء الله من المسلمين بإذن الله تعالى. زي ما شفتوا أنا حبيت الفيديو اللي هو يوثق إسلام ميسيو جانو، حبيت إن أنا أوثقه في هذا الفيديو. طبعا أنا بقدم التعازي لأختي هناء، طبعا الجارة الوفية كانت لميسيو جانو، كانت جارة، كانت ممرضة، كانت ابنته، كانت تعامله أجمل معاملة. الله يا ربي يجعله بميزان حسناتها، لم تتركه أبدا، كانت له كل شيء هذه الجارة، ونعم الجارة ونعم الأخت والابنة بالنسبة لميسيو جانو، رحمة الله عليه. وإن شاء الله إنه هو من المسلمين. أنا أعطيتكم فيديو يأكد إسلام ميسيو جانو علشان الكل يترحم له. وحناء حبيبتي إن شاء الله يا ربي يجعل ما فعلتي بميزان حسناتك، ويجزيكي خير على وقفتك مع هذا الجار الكبير، يعني حتى لدرجة إنه أولاده ما حد وقف معاه زي هناء. وفي فيديوهات تؤكد هذا الكلام في قناتها. الله يرحمك يا ميسيو جانو، طبعا هو كان حبيب الناس كلها. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك والرحمة.